يعز عليا قوي يصفني ان اقول لك الناس واتنين في الماتش هم فرجاني وطارق حامد عن جداره واستحقاق. كل اللي عمله طارق يحيى في المباراه حاجه بسيطه جدا، لعب على فرجاني مان تو مان بمهند لاشين، والموضوع بالنسبه له كان اسهل من كده. ما فيش لا اطراف الزمالك كانت موجوده، ولا حتى صانع العاب الزمالك كان موجود، ولا في اي حاجه في الزمالك كانت موجوده غير بس ريحه مصطفى محمد بيعملها كده، ريحه قتاليه، دي الحاجه الوحيده اللي كانت احلى حاجه في المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. عارف لما تروح تأجيرة مع اصحابك وتفضل سايبهم يلعبوا طول الساعه اللي انت بتلعبها، وفي اخر تلت ساعه تفتكر ان الناس دي اقل بكتير قوي من ان هي تطلع كسبانك، فتيجي سخنه على بعضك، بس بعد كده الوقت ما يسافكش وتلاقي ان انت طلعت خسران. هو ده بالظبط اللي حصل ماتش الزمالك وطلائع الجيش. مباراه الزمالك وطلائع الجيش لعيبه الزمالك كانوا بيتدلعوا وكانوا بيعملوا اي حاجه تقدر تقول عليها في عالم كره القدم، الا ان هم واخدين المباراه بطريقه جديه. لعيبه الزمالك سيبك من التوتر والكلام اللي كان بيتقال ما بينهم شوطين، ان لعيبه الزمالك اتوتروا بعد الهدف الاول. لعيبه الزمالك كان عندهم عدم رد فعل وكان عندهم سلبيه غير طبيعيه بعد الهدف الاول ما لبسوه. اسوأ سيناريو في الكوره انك تخش الماتش تلبس جون في اول دقيقه وبعد كده تبدا المباراه وانت خسران 1-0. السيناريو ده بيكون سيء بالنسبه للعيبه، بس في لعيبه تانية بيكون عندها روح وحماس فبتعرف ترجع في النتيجه كويس. وللاسف الزمالك ما كانش عنده النهارده لا روح ولا حماس ولا اراده ولا اي حاجه. حتى اللعيب اللي هو المفترض ان هو روح وحماس للفريق كابتن طارق حامد النهارده بيعمل مباراه هي الاسوأ في تاريخ طارق حامد من اول ما لعب كره قدم. كابتن طارق حامد النهارده حرفيا بيلوش، طارق حامد مش لاقي نفسه هو فرجاني وعاملين مباراه هما الاثنين اسوأ من كده ما فيش. طارق حامد في الهدف الاول، الهدف الاول اللي طلع الجيش مسؤوليه طارق حامد. هو صعب ان اقول لك ان الموضوع مسؤوليه طارق حامد، انت مش تتقبلها، بس هي دي الحقيقه. الهدف الاول بتاع طارق حامد، لان طارق حامد طلع هو محمود علي الاثنين مع بعض، مع ان في حاجه في الكوره اسمها قول اسمك وانت طالع تاخد الكوره، يعني قول اسمك عشان اللعيب اللي هو زميلك يبقى عارف ان انت طالع تطلع تاخد الكوره وهيسيبها لك. بس في الزمالك يعني الحاجات دي صعب انك تلاقيها او عيب او حرام. المهم ان انت بعد الكوره ما الاثنين دخلوا على بعض الكوره سقطت، لعيب طلع الجيش، لعيب طلع الجيش اللي ما لقاش اي مشكله ان هو يباصي في المساحه اللي المفروض طارق حامد كان بيغطيها علشان يحرزوا الهدف الاول. وبعد الهدف الاول ده المشكله كانت في رد فعل لعيبه الزمالك. رد فعل لعيبه الزمالك عادي عادي عادي، طب يا جماعه ناخد كوره ونروح نهاجم علشان خاطر نرجع في النتيجه واحنا الزمالك برده. لا، الموضوع كان اقرب لتمرين طلائع الجيش. طلائع الجيش ما كانتش عارفه ان هي تجيب اهداف، يعني قلنا فريق طلائع الجيش فريق غلبان شويه. كان فريق طلائع الجيش عمل سكور الشوط الاول، مش كده وبس، ده فريق طلائع الجيش مع اول كوره راحت عليه اللي هي كوره ركنيه بيقدر محمود علي ان هو يلعبها باريحيه تامه في منطقه الجزاء. يا جماعه طب خلاص، ما الفرقه اللي قدامك واضحه ان هي سهله جدا، يلا بقى ندوس عليهم. الزمالك لو داس على طلائع الجيش 25 دقيقه الشوط الاول كان هيطلع كسبان وكان هيطلع مرتاح. حتى لو لعيبه الزمالك كانت ناويه تريح وتاخد مخده وكل واحد يشوف له نومه لحد الماتش ما يخلص، طلائع الجيش ما كانش يقدر انه يرجع في النتيجه. طب ايه الاهداف اللي الزمالك بيلعب عليها في المباراه؟ ما هي التوريطه بتاعت محمد عبد السلام يلعب باك يمين دي للاسف جت مضطره علشان خاطر عندي مشاكل كتيره قوي، ما فيش باك يمين من بعد رحيل حمدي وكمان اصابه حازم امام، فبقيت مضطر ان انا العب باي واحد مش مكانه، مع ان الموضوع كان بسيط، ممكن تلعب بثلاثه ورا وبناقص عبد الشافي، لان مع احترامي لمحمد عبد الشافي باسمه وتاريخه، بس للاسف محمد عبد الشافي هجوميا ضعيف جدا. حتى الايام دي عبد الشافي ما بيقدرش ان هو يطلع يعمل اوفرات ولا بيقدر ان هو يعمل اي حاجه، للاسف هو في السن كده وهي الكوره كده. عبد الشافي النهارده برده ما كانش ليه اي لازمه في التشكيل، كان سهل انك ممكن تلعب بثلاثه تحت، يعني فيها ايه لو كنت بديت بعبد السلام وعلاء ومحمد عبد الغني. محمد عبد الغني برده اللي كان اوت اوف فورم خالص وكان زي الزفت النهارده، هو بصراحه محمد عبد السلام ومحمود علاء اللي هو كان يا دوبك عنده ريحه، مع انه كان اوقات كتيره جدا التايمنج بتاعه كان بيبقى زي الزفت، بس يعني كان خط الدفاع بصراحه كان يطلع لابس كتير، بس هو ربك كرم وان الفرقه طلعت 1-1. يلا بقى نطلع نجيب الجون التاني. لا، احنا الزمالك هيعمل اخطاء كارثيه ومحمد عواد هيفضل يطلع من جونه على اي حاجه كده. طب يا عواد رايح فين يا حبيبي؟ الكوره بعيده عنك سيبها، او حتى لو انت طالع يعني اطلع اسرع من كده وهتطلع تمسك. لا، الموضوع ان انت عواد بيطلع والكوره بتخبط في راس المنسي وناس المنسي بيحرز الهدف التاني علشان الزمالك ينزل الشوط التاني بادئ 2-1 اللي هو نفس البدايه بتاع الشوط الاول. انا ببدا 1-0 خسران، وبعد كده الشوط الثاني ببدا 2-1 خسران. طب الشوط الثاني كان في اي ريحه؟ ما كانش في اي ريحه خطوره للزمالك، بالعكس الزمالك اتحسب عليه ضربه جزاء، وضربه جزاء بيقدر يصدلها محمد عواد، والمفروض ان هي يعني القانون الجديد بيقول ان ضربه الجزاء تتعاد. انا لعيبه الزمالك داخله منطقه الجزاء وعواد طلع خطوتين عادي مش مشكله. انا قلت بعد ضربه الجزاء ما ضاعت هل لعيبه الزمالك اتحولوا وحوش بقى ويلا نطلع نوري الناس دي ان احنا الزمالك ان احنا لازم نطلع نكسبهم؟ لا، لعيبه الزمالك فضلوا زي ما هم مستقبلين اللعب، نفس البرود هو نفس عدم الايقاع، مفيش ايقاع في نص الملعب. لعيبه الزمالك مش عارفه تبص بصين على بعض، فلعيبه الزمالك لو كانت قاعده تلعب بنص الملعب اللي كان موجود ده كانت هتواجه صعوبات كتيره جدا ان هي توصل لخط الهجوم هناك ناحيه مصطفى محمد. مصطفى اللي اي عرضيه كانت بتتلعب كان بيبقى تشكل خطوره كبيره جدا على الفرقه. مصطفى العرضيه الوحيده اللي اتلعبت له صح على الشوط الاول من اوباما نجح ان هو يترجمها لهدف.
يا جماعه اللي كان بيشوف المباراه كان هيعرف ان يوسف اوباما وفرجاني ساسي الناس دي تتغير بعد الدقيقه 45، ان الناس دي عملوا شوط اول زي الزفت فغيرهم ومعاهم اونجم. هو اونجم كده كده اساسا يعني ممكن تلاقيه في ماتشات بيلعلع وماتشات تانية تلاقيه لعيب عادي جدا، فسي شيل اونجم. الراجل شال فعلا اونجم وراح منزل مصطفى فتحي. طب مصطفى فتحي لسه راجع من اصابات كتير، طيب فين اسلام جابر؟ طيب ما احنا عايزين نعرف فين اسلام جابر اللي هو كان واحد من نجوم السنه اللي فاتت. الراجل ده من ساعه ما راح الزمالك والراجل ده دايما بره. لقينا كريم بامبو نزل اخيرا مكان فرجاني ساسي، اخيرا اكتشفوا ان فرجاني ساسي عنده مشكله وهو البطء الشديد جدا، وغير ان هو بيتلعب عليه مان من اول الماتش بمهند لاشين، اكتشفوها فجاه. وبعد كده اول ما غير فرجاني بكريم بامبو، كريم بامبو راجل مرزق ونازل من على الدكه، اول كره لمسها جت جون علشان خاطر غالبا كده كان حد رابط محمد بسام على عرضه اللي هو ما تطلعش يا ابني الكره في الست ياردة، والمفروض ان انت حارس مرمى تفرد جسمك عليها، لا انت استنيت لحد ما كريم بامبو جالك وحطها في الست ياردة. بعد كده 3-2، يلا بقى نهاجم. لعيبه الزمالك في الدقيقه 80 اكتشفت ان هم خسرانين 3-2 وان احنا لازم نهاجم وان احنا لازم نعمل اي حاجه. بعد كده بنلاقي بعد الكره كره بيسنطروا لعيبه طلائع الجيش، سنطراها غلط الزمالك خدها لعبها، المفروض ان انت رايح 2-1. كريم بامبو للاسف التايم بتاعه كان غلط فوقع في الاوفسايد، فالحكم حسبها اوفسايد. وبعد كده الماتش اتقلب، الماتش اتقلب، الزمالك بقى مش عارف يعمل ايه. الزمالك لا هو عارف يلعب عرضيات ولا هو عارف يعمل اي حاجه، وفجاه الراجل نزل عمر السعيد اللي هو يلا اصحى من المنطقه ونلعب باتنين فراوده. وطب مين اللي هيوصل الكره لاتنين فراوده؟ ما هي دي بقى المشكله، المشكله ان مفيش ايقاع، مفيش رتم، مفيش اسلوب، لا مؤاخذه يعني الناس اللي جايه التاجيره دي جايه ملهاش كيف وملهاش مزاج. هي العنوان اللي ممكن تقول الماتش الزمالك ومباراه طلائع الجيش ان اللعيبه دي ملهاش مزاج تلعب، يعني اللعيبه دي قاعده في الملعب طول ال 70 دقيقة ما بيعملوش أي حاجة حرفيا، لا دفاع عارف يدافع ولا هجوم عارف يعمل أي حاجة، لأن